بدايه فلوج جديد ضرب نار. كل سنه وانتم طيبين. النهارده المفروض ان هو اول يوم العيد. طبعا انا بتكلم بسرعه لان المفروض ان صلاه العيد دلوقتي هتشتغل زي ما انتم شايفين. لابس جلابيه ومعايا ناصر معجزه. طب انت على احلى معجزه في الدنيا. المفروض دلوقتي ان العيال مستنينا تحت عشان خاطر نازلين رايحين نصلي صلاه العيد. طبعا الفيديو ده هيبقى متقسم على كذا جزء لان هيتصور على ايام مختلفه. فطبعا انتم بتتفرجوا على ده يعني من كام يوم فاتوا. طبعا العيال واقفين تحت. انا هنزل لهم دلوقتي حالا عشان خاطر مستعجلين على الصلاه. دلوقتي يا جدعان المفروض ان انا نزلت العربيه الجديده كريزلر بتاعتنا ومعايا بودي طيب يا بنات وان شاء الله نكمل. وانت بتقول الكلام بتاعي ليه يا ابني؟ احمد شاور بتقول الكلام بتاعي ليه؟ هو مش انا اللي بقول الكلام ده. انت ايه يعني؟ بيقول كل سنه وانتم طيبين. بتقول يا عم كلمه عام بتاعتك انت. انا اللي بقول حبيبي حبيبي كل سنه وانتم طيبين يا برنسات. خلاص يا عم كانك انت اللي قلتها. احلى مسا عليكم. كل سنه طيبين برضو وان شاء الله شاور. خلاص خلاص في المونتاج. ومعانا هنا جنبنا ناصر معجزه كمان في السكوتر ومحمد رضا. محمد رضا بص هنا رضا حبيبي. كنت بتقول ايه يا برنس؟ بقول لك يا بابا ما ينفعش تريت الكلمات دي. خلاص هنقصك في المونتاج. في المونتاج بودي اتقص. خلاص اتقص يا برنس. يا جدعان هما هو كل واحد مش لاقي حاجه يقولها فبيقول الكلام يا ابني. انا قلت كل سنه وانت طيب. انا قلت حاجه كده انما هما اصلا ما عندهمش كلام حلو يقولوه فبيقولوا اي كلام بتاع. دلوقتي يا جدعان احنا جوه العربيه. ايه كلمتك؟ كل سنه طيبين يا جدعان وان شاء الله الشهر جاي معانا ونكمل 5 مليون مع بعضينا. ودي فرقش لي حبيبي حبيبي. المفروض ان احنا في العربيه زي ما انتم شايفين. استنى يا وهنا كمان معانا عسكر في العربيه الكحلي. يا جدعان عشان هوا عسكر اللي في العربيه الكحلي اللي ورانا ده انا لسه جايب عليه الكاميرا ده اهو. طبعا يا جدعان تكبيرات العيد شغاله. الله اكبر. المفروض دلوقتي ان احنا رايحين عشان مش عايز انا بس ابقى بتكلم والتكبيرات شغاله عشان خاطر يعني على ما اعتقد ان هما يعني احنا دلوقتي رايحين نصلي العيد. والله والله هنموت.
شفتوا احنا طبعا ما عرفناش نصلي، طبعا اول مره واحد بيتها نصلي، لان طبعا زي ما انتوا شفتوا حصل الشورجيه دشمل علينا في اليوتيوب، كلنا اتحط علينا دروب في الانترلوب، يعني حصل دروب في الانترلوب، كان في زي ما انتوا شفتوا كده ضغطه وتصوير وبتاع، بس طبعا كل ده من الشورجيه. للاسف كان نفسي اقسم بالله نقعد مع الناس اكتر فتره ممكنه، بس يعني ما قدرناش والله. انا جبت جاز والمصح، اقسم بالله جبت جاز وما صليناش. اه والله كل عيد وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. طبعا كل سنه وانتم طيبين. بحب نشكر كل اللي اتفرهد في هذا العمل، بودي ولع قاعد ورايا حبيبي حبيبي والله يا ابني. انا هو بتاعتي عشان ما تزعلش دي بقول لك. اه طب اقول ايه؟ قول اي كلمه ثانيه، دي حبيبي حبيبي دي بتاعتي. طب يا جدعان احنا اتفرهدنا قوي، اول مره فاتت النهارده اجري كده من الجري ده والله يا جدعان. بحب نشكر برضه ناصر، ناصر معجزه برضه نشكره، عشان كان بيصور من الاماكن المرتفعه وكان بيطلع ويجري ويعرقنا كلنا والله واتفرهدنا يا جدعان. بس اهم حاجه نحب نشكر كل فرد من الشورجيه، كل واحد كان موجود وما عرفناش نتصور معاه، معلش والله العظيم زي ما انت شفت كان في ضغطه وكان في زحمه. احنا اجمل عيله في اليوتيوب. حابب اقول بس ان انا مبسوط اقسم بالله. بص اول ما فتحت بقك الكاميرا حابب اقول ان انا مبسوط، وكنا نعمل حادثه دلوقتي عشان خاطر الشورجيه، كله من اجل الشورجيه طبعا، وحب الناس يا جماعه وحياه ربنا. وبهزر كلمه بس خدوها للزمن ماشي، حب الناس ما بيجيش بالسهل طبعا، واللي اللي ربنا بيحبه لازم يحبب فيه قلب، عشان كده لازم نلتزم مع ربنا. انا بحبك يا زميل عشان جبت لي الايفون الجديد. لا كل واحد بيحبه والله العظيم، انا بحبه وبموت فيه وحياه ربنا. ان شاء الله شورجيه نتقابل في يوم تاني، هنعمل تجمع ان شاء الله في تجمع. ولع 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 ويا مش عايز اتكلم ليه يا جدعان؟ يا جدعان بتتكلم بنفس طريقتي يا جدعان. لو موافقين ان احنا نعمل تجمع انزلوا ادوسوا لايك للفيديو عشان نشوف عدد اللايكات هتجيب كام، معناها ان انتم موافقين ان احنا نعمل تجمع ويبقى متنظم اكتر، بحيث ان احنا نجيب اكبر عدد ممكن من الشورجيه ونتصور مع بعض ونعمل فيديوهات مع بعض وندشمل الدنيا مع بعض. دلوقتي المفروض ان احنا رايحين عشان خاطر الدبيحه بعدينا وبعد 3 ساعات. ايه يا عم انت طلع كده دلوقتي يا جدعان؟ زي ما انتم شايفين المفروض ان احنا خلصنا صلاه العيد، واحمد علي جه يا حبيبي وناصر جه بعد ما روحنا نمنا شويه وطلعنا صحينا كمان. ودلوقتي المفروض ان احنا داخلين نجيب الخروف من جوه عشان خاطر نتبحر قبل ما تيجي منهم. ما انا كمان بخاف منهم بس عادي بقى، يعني بيعض يا عم، هو بيعض ده بيتحرك بياكل لحم بالعافيه. يا عم خش انت يا ولد على عضلاته. احمد علي هشام احمد علي تربيه رياضيه. اتقل يابا انت ماسك رجله ليه؟ يلا يابا يلا بينا. سامر يا ناصر احلى ناصر يوم عبيده دوله. دلوقتي يا جدعان زي ما انتم شايفين الشارجيه في كل مكان، كانوا واقفين تحت البيت، دلوقتي المفروض ان احنا واخدين الخروف ورايحين عند بودي ولع عشان نتبعه. هو طبعا زي ما يكون قلبه حاسس فعشان كده عمال يفضفض. طبعا زي ما انتم شايفين شعري ناعم عشان لسه مستحمي حمايه العيد. دلوقتي المفروض ان احنا في الطريق لبودي ولع. طبعا محدش يخاف، محدش يخاف عليا ولا على الخروف، احنا سيطره. مراقب بقى هنلف. ايوه شوان اجمد يالا. طب امسك انا سنس، انت ما تصورش السنس. دلوقتي يا جدعان المفروض ان احنا وصلنا عند سطح بودي ولع عشان خاطر هنتبع الخروف. طبعا بودي ولع مجهز لنا الحاجات اللي هنعملها. تعالى يا جماعه بيترفع عليها الخروف، ومجوزين كل السكاكين وكل حاجه، ومعانا معانا احمد سعيد المختص اللي هيجي. هيجي عليك الله، هيجي عليك. الله اكبر.
طيب دلوقتي يا جدعان زي ما انتم شفتوا المفروض ان احنا كنا بنشفي خروف من الجلد، يعني بنفصل الجلد عن اللحم، ودلوقتي هنشعل الخروف على البلانكه او البلانك عشان خاطر بقى ايه يفتح بطنه ويطلع من جوه بقى اللي هو مش لازم الكبده وال والفشه واللبده وكل حاجه بتبقى جوه، والحاجات اللي بتنزل من ورا والحاجات اللي بتنزل اللي هو يعني زي ما انت عارفين بطن الخروف يعني زي بطن البني ادم اللي بيبقى فيها حاجات بني وحاجات خلاص لا مش لازم توضع دلوقتي هنشعلقه بس كده اشطف يلا شويه بس كده بقى لحم ومن بره اللحم فيه اللي هو الابيض في ليه بره اللحم والمفروض دلوقتي بيصفى من الدم ما تصورش انت عشان خاطر ال بدي ما يتشالش دلوقتي بقى هنفتح بطنه بس على ميسر ودي طبعا زي ما انتم شايفين دي تمت المهمة بنجاح في اللعب ويه طبعا قبل ما ننهي الفيديو النهارده نحب نشكر بودي ولعة الحاجة ابو بودي ولعة حبيبي الحاجة عم بودي ولعة حبيبي وطبعا اهم حاجة احنا طبعا يعني اكيد طبعا انتم تساءلوا ازاي الخروف اتذبح بالسرعة دي وبالسهولة دي ان هو ما خدش في ايدينا وقت وكل حاجة التشفية والنفخ والتقطيق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والتكسير والمش عارف طبعا لان اسرة بودي ولعة تمتلك محل من اكبر المحلات الكفتة والمشاوي والكباب وال كل حاجة والكفتة والمشاوي والكباب والحاجات كلها طبعا هنعمل فيه تحدي قريب انتظروه تحدي اكلك و مشاوي وكباب وحلويات و... لا مش حلويات اللي يعني الحلويات بتاعت اللحوم اللي هي يعني الكرشه والفشه موجود صح؟ لا مش موجود مفيش كرشه وفشه هنعمل تحدي كباب وكفته انتظروه قريب هينزل على القناه وطبعا نحب نشكر احمد سعيد طبعا اللي عمل عمليه الذبح ومحمد سعيد انا ما عملتش اي حاجه ما عملتش حاجه بس نحب نشكره وكريم وعمر العيله كلها ومين العيله كلها نسينا حد ابويا طيب ما عملش حاجه واحمد علي ما عملش اي حاجه بيتفرج بس احمد علي برضو ما عملش وابو ناصر عشان العربيه اللي هنين فيها اللحمه الجميله طبعا شكرا ابو ناصر حبيبي والتحدي ما تنسوش ان احنا نعمل تحدي واخو كريم اسمه ايه بيدو اللي عاملين لنا المهرجان بيدو طبعا بيدو كان عامل لنا اغنيه للشورجيه برضه هنبقى ننزلها قريب ان شاء الله كان عامل اغنيه ضرب النار كنت منزلها على الانستا اللي هو شاور 3 وحيد لو حد عايز يعمل فولو كده دي نهايه الفيديو النهارده نشوفكم الفلوج الجاي سلام احنا اول انتم بعدينا مخلصين ومفيش زينا احنا اللي نفذنا على الساحه هنعملوه دوسه تحتينا هنعملوه